هل التجارة في تهريب بين الحدود حلال أم حرام في السيارة والمواد الأكل؟ السيارة مشكلة، لأن السيارة ستكتشف بعد حين وتباع على أنها لها أوراق صحيحة ولها أوراق مزورة، فستضر بالناس. لكن أحيانا الأكل مثلا ممكن يخفف فيه، يعني أنت مثلا بين دولة ودولة أخرى هربت للدولة الأخرى شوية أكل، سكر، شاي، زيت زيتون مثلا، طعام، شراب، هذه يعني الأمر فيها سهل، مطعومات ستؤكل، لكن الأشياء التي تعود بالضرر على الناس لا. حديث من كانت له يعني الأشياء الخفيفة معفون عنها، لكن الأشياء الثقيلة التي تضر بالبلاد والعباد لا يجوز تهريبها. بارك الله فيك.